الشوط الختام، هو شوطنا العشرون للأبكار الحقائق من ضمن أشواط الشرايا. تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح. سوف نرى من سعيد الحظ يختم هذه الفترة الصباحية مع انطلاقة شوطنا العشرين. نذهب إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. من تسيطر في مقدمة الشوط وتأتي بهذا المسار والانطلاق مع البداية، دمعة علي بن سهيل، دمعة لعلي بن سهيل بن مسعود بن غصنة العامري، من يقدم لنا دمعة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. المركز الثاني يتقدم مشاهدينا الكرام سالم بن قرع بن روس العامري، ويقدم لنا فخر مع ثاني المراكز. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث وراء القائد لحمدان بن مسلم بن سعيد الدرعي، ولكن من تغير الأمور المسك لحمد بن سالم بن هضعة الشريفي، غيرت مباشرة إلى المركز الثالث. خامس المراكز الصعب محمد بن سالم بن مبارك المنصوري، وفي سادس المراكز ضو خليل بن سيف بن عبد الله المنصوري، ومن الجانب الآخر من تتسلل مشاهدينا الكرام هنا وتنطلق بهذا المسار والانطلاق شعار المجازف. مشاهدينا الكرام وصول وقدوم غيرت مباشرة مع المركز الثالث في هذه اللحظات، اللي هي العزوم عبد الله بن سيف بن السفنة الحرسوسي، من غيرت العزوم قدوم مشاهدينا الكرام ووصول في هذه اللحظات من ضوء مسعود بن سعيد بن الهاجري. مشاهدينا الكرام من يقدم لنا العزوم، ولكن التقدم الممتاز والوصول في هذه اللحظات من تصل له الإمامة الذيب بن علي بن سالم بن دري المنصوري. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة ومع المركز الأول، مع الصدارة والمقدمة. فخر فخر هي مشاهدينا الكرام من تأتي مع المقدمة وتأتي مع المركز الأول. تعود الملكية لسالم بن قريع بن روس العامري. شوط الختام، لا بعد شوط من الأشواط إلا هذا الشوط. من سعيد الحظ من المشاركين يسدل الختام مشاهدين الكرام. المقدمة فخر سالم بن قريع بن روس العامري، ولكن وصلت وتقدم الضوء مسعود بن سعيد بن سعيد الهاجري، من يقدم لنا ضوء مع المركز الثاني. وفي ثالث المراكز المسك حمد بن سالم بن هضعه الشريفي، قدوم وانطلاق. وصلت ضوء خليفه بن سيف بن عبد الله المنصوري، ولكن القادم احلى. وصلت مشاهدينا الكرام الشاهنية مبارك بن محمد بن دري المنصوري. نعود مع البدايه، نعود مع المقدمه، مع صدارة الشوط ومع المركز الأول. يا سلام فخر سالم بن قريع بن روس العامري مع البداية. بان الكيلومتر الأخير يا بن روس، بان هناك الفوز والناموس بعد نهاية هذا الكيلو، ولكن الوصول والتقدم من الشهنية مبارك بن محمد بن دري المنصوري. يا ترى لمن الفوز بشوط الختام؟ غيرت الشاهنية، انطلقت الشاهنية إلى مقدمة الشوط، ويقدمها لنا مبارك بن محمد بن دري المنصوري، مسيطر مع شوط الختام الأقرب للفوز والناموس. ولكن دير البال، أشوف شيء، أرى الوصول، أرى القدوم، أرى الانطلاق. من ندى 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 ووصلك الندى يا ندى. مبارك بن سعيد بالكيله العامري مع المركز الثالث، عينه مع المقدمة، فخر مع المركز الثاني. تعود الملكية معك يا بروس، ولكن الأقرب المسيطرة بالفوز والناموس. دير البال يا الشاهنية، أخذ الحيطة والحذر، وصلتك نداء نداء والشاهنية. وبالفعل أخذت الحيطة والحذر، ما سلمت المهمة، تبي الشوط الختام لحالها، تبي الفوز والانتصار لمالكها. روح ما تبقى إلا القليل يا مالك الشاهنية. مبارك بن محمد بن دري المنصوري بالفعل غادر. أشكرك يا بن دري، أشكرك يا بن دري. ها هو الإبداع، ها هو الرقص، ها هو الإمتاع. مشكور يا بن دري، غادر بالفوز. شوط الختام، السلامات يا الحبشي. وين بن دري المنصوري السمحة؟ أسعد الله صباحكم يا هالي السمحة على هذا الفوز والانتصار. محمد مبارك بن محمد بن دري المنصوري نداء مع المركز الثاني. مبارك بن سعيد بالكيلة العامري، والمركز الثالث فخر. تعود الملكية لفخر لسالم بن قريع بن روس العامري. المركز الرابع من وصلت مشاهدينا الكرام الزوج ياسر بن سعيد بن مبارك الوهيبي، والمركز الخامس كان من نصيب الشاهنية الشايع بن حمد بن ركاض العامري. هكذا مشاهدينا الكرام شوط الختام
وختمها بندري وهداها للسمحة. هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بندري المنصوري. هاي أمامكم مشاهدينا الكرام الشاهنية وانتظر إعادتها وملخص هذا الشوط بالتوقيت الزمني. لحظات الوصول مشاهدينا الكرام للشاهنية لمبارك بن محمد بندري المنصوري. أفضل توقيت زمني تسجله مشاهدينا الكرام الشاهنية. إشارة من المخرج إسام الهواري 4 دقائق قطعت المسافة 23 ثانية. 4 من الأجزاء تهانينا والناموس لمالك مبارك بن محمد بن دري المنصوري. ندى مع المركز الثاني تعود الملكية لندى. قدمت عرض تشكيل علي مبارك بن سعيد بالكيلة العامري وتوقيتها الزمني 4 دقائق 25 ثانية. 5 من الأجزاء من احتلت في ثاني المراكز والمركز الثالث بالفعل فخر قدمها لنا بالروس سالم بقريع بالروس العامري. قطعت المسافة في زمن وقدره 4 دقائق 28 ثانية. 5 من الأجزاء. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.